التهديد الأخطر الذي يواجه إسرائيل منذ نشوئها، مئات الآلاف من بينهم علماء وأساتذة وأطباء وجدوا أنهم وقعوا في خديعة كبرى. إسرائيل ليست الوطن المنشود، وليست الحلم الضائع الذي تحقق، وما هي إلا دولة مضعضعة وهشة تواجه خطر الانهيار والانكسار مع كل أزمة تحدث. هذه هي مشاهد النزوح تعود مجددا إلى فلسطين، لكن هذه المرة وفي سابقة لم تشهدها البلاد قط، كان الدور على السكان اليهود الذين فروا بالآلاف وأغرقوا المطارات بسيل بشري هربا من تداعيات الهجوم الذي قادته الفصائل الفلسطينية. مشاهد تحكي الكثير عن ما هو مقبل على إسرائيل، في حين ترتفع أرقام الهجرة العكسية والتي لم تقتصر أسبابها فقط على الفشل الأمني وتلقيها ضربة موجعة مع جيشها الذي قيل إنه أسطوري، حتى أثبت الفلسطينيون مؤخرا عكس ذلك. وإنما بسبب ارتفاع الخسائر البشرية والتهديد المباشر للسكان الذين وعدتهم السلطة بالأمن والأمان. ومنذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، وصل عدد الفارين من تل أبيب إلى قرابة 140 ألف إسرائيلي، وذلك بناء على إحصاء يوم 17 من أكتوبر لهذا العام. لكن هذه الهجرة ليست شيئا جديدا على إسرائيل، وإنما هي التحدي الأكثر تهديدا لوجودها. إيريدا هي الكلمة التي ترعب تل أبيب، في حين أنها لا ترمز لحرب أو قتال. تترجم هذه الكلمة إلى العربية وتعني تحديدا النزول، وهو مصطلح عبري يشير إلى هجرة اليهود العكسية هربا من إسرائيل، وهي على عكس مصطلح عيليا ويعني الصعود، ويشير إلى الهجرة نحو فلسطين. منذ بداية الثمانينيات اكتسبت ظاهرة الهجرة في إسرائيل زخما كبيرا، ذلك بسبب التغيرات الاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية التي حدثت في البلاد. وبدأت ترتفع أصوات الهجرة إلى خارج إسرائيل بعد اندلاع الحرب مع لبنان عام 1982، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة أسهم البنوك في العام التالي. خلال هذا الوقت بدأ السياح الإسرائيليون يتعرفون على الثقافات الأخرى ويكتشفون فرصا جديدة في الدول الغربية. في عام 1985 أصبح عدد اليهود الذين هاجروا أكبر من عدد المهاجرين إلى إسرائيل، وتظهر استطلاعات الرأي أن أولئك الذين يغادرون البلاد كانوا في المتوسط أكثر تعليما من أولئك الذين بقوا في إسرائيل. لذلك يشار أحيانا إلى الهجرة من إسرائيل على أنها هجرة الأدمغة. ومع نهاية عام 2022 وصل عدد الذين هاجروا من إسرائيل إلى أكثر من 500 ألف نسمة، وارتفعت طلبات الهجرة اليهودية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%. تعتبر هذه الهجرة واحدة من أكثر التحديات التي تواجه الكيان الإسرائيلي منذ نشوئه عام 1948. لكن ما الذي يدفعهم للهجرة بعيدا عن التهديدات الأمنية؟ الحريديم والإفلاس. ترتبط الدوافع الرئيسية لمغادرة إسرائيل عادة برغبة المهاجرين في تحسين مستويات المعيشة والبحث عن فرص عمل ترتبط بالتقدم المهني، إضافة إلى عدم الرضا عن الحياة في إسرائيل مع تكلفة معيشة منخفضة نسبيا في البلدان الأوروبية من الطعام والملابس والإنترنت والسيارات. كل ذلك يكلف على سبيل المثال أكثر من ضعف تكلفة نفس الأشياء في فرنسا، وهي ليست أي فرنسا أرخص دولة في أوروبا. ويلجأ أيضا المهاجرون الجدد إلى مغادرة إسرائيل بعدما فشلوا بالاندماج بنجاح في المجتمع الإسرائيلي، خاصة إذا كانوا غير قادرين على إتقان اللغة العبرية أو فشلوا بالاندماج في سوق العمل. وينتقل بعض المهاجرين إلى بلد ثالث غالبا ما يكون في الغرب، ويعود بعضهم إلى بلدهم الأصلي، وهي ظاهرة تتفاقم عندما تتحسن الظروف في البلد الأصلي، ذلك كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وشجع النمو السريع للسكان الحريديم وهم الأرثوذكس المتطرفون اليهود الغربيين على الهجرة الذين يرفضون أن تنتزع منهم ديمقراطيتهم. وأصبح صعود الحريديم لمراكز السلطة
أشبه بقنبلة موقوتة قادرة على نزع الديمقراطية في إسرائيل في أي وقت. يشكل الحريديم حالياً 12.6% من سكان إسرائيل، ويبلغ تمثيلهم في الكنيسة 18 مقعداً، أي 15%. ومن المتوقع أن تنمو نسبة الحريديم إلى 25% من السكان في المستقبل القريب. تفرق الحكومة بين الحريديم وغيرهم من السكان، خاصة من الناحية الاقتصادية، حيث تدفع الأسرة الحريدية في المتوسط 1500 شيكل فقط كضرائب شهرية، في حين تدفع الأسرة غير الحريدية 4500 شيكل. ولدى الأحزاب الحريدية المكونة من الذكور فقط مطالب عدة يراها الكثير من الإسرائيليين متطرفة ومتشددة، مثل الفصل بين الجنسين في المناسبات والجامعات، وإجبار النساء على الجلوس في المقاعد الخلفية في النقل العام، وهو الأمر الذي يزعج اليهود الغربيين الذين اعتادوا على الحرية المطلقة. وبحسب استطلاع أجرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية، فإن هناك أكثر من 25% من اليهود يفكرون بشكل جدي بالهجرة من إسرائيل، وذلك بسبب مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينية، والتي تسيطر عليها الأحزاب الحريدية والتيارات الدينية المتطرفة. وقد يكون لهجرة الإسرائيليين الليبراليين والمعتدلين آثار كبيرة على مستقبل إسرائيل السياسي، وذلك بسبب غياب أصواتهم، مما يعني المزيد من السيطرة للأحزاب المتطرفة. رحلة بلا عودة. لنغادر إسرائيل معا، حركة جديدة تشكلت في إسرائيل قبل أشهر، تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد وإقامة مجتمعات في الخارج، مع تصاعد مخاوفهم من الجماعات الدينية الليبرالية وغير الدينية بشأن سلامتهم ورفاهيتهم. الهدف الأولي للحركة هو تنظيم 10,000 شخص لإرسالهم للخارج، وتتلقى الحركة عشرات الطلبات من الإسرائيليين للمساعدة في الهجرة، وخاصة أولئك الذين يديرون شركات تكنولوجية صغيرة. في تصريحات تعود لواحد من أعضاء هذه الحركة يقول: لقد كنت في إيطاليا منذ ما يقرب من شهر، وكانت الحياة أرخص بكثير من العيش في إسرائيل. وقال إن إسرائيل لديها العديد من الضرائب غير الضرورية. تقدم هذه الحركة تسهيلات لهجرة اليهود إلى 26 دولة، أبرزها كندا والبرتغال والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا. أما شركة أوشن ريلوكيشن تقول إنها تتلقى يومياً أكثر من 100 استفسار من الأشخاص الذين يتطلعون إلى المغادرة. الوجهة الأكثر شيوعاً للمغادرين الجدد هي أوروبا، حيث تمثل 70% من التحركات. تشمل عوامل الجذب في أوروبا مناطقها الزمنية الملائمة ومؤشرات جودة الحياة وسهولة الحصول على جوازات سفر أجنبية. والآن مع تزايد أعداد المهاجرين وسوء الوضع الأمني في إسرائيل، هل تكون هذه نهاية الدولة التي تتفاخر بقوتها على يد أبنائها؟